السلام عليكم متابعينا الأعزاء. قررنا أن نعرض لكم اليوم في هذه الحلقة مجموعة من الحيوانات القادرة على التسبب بأذى بالغ لغيرها من الحيوانات الأخرى والبشر حتى. وبدون أي إطالات أو مقدمات، ابقوا معنا لمعرفة المزيد عنها يا أصدقاء. لكن وقبل أن نبدأ، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. القرش الأبيض العظيم. لديه مكان خاص به في لائحتنا اليوم طبعا، فهو واحد من أكثر المفترسات شراسة وقوة في البحار، كما أنه يمتلك سمعة سيئة بكونه أكثر الكائنات البحرية التي تسبب الأذى للبشر. ويعيش هذا القرش في معظم بحار العالم تقريبا، لكنه يتواجد بكثرة في المياه قرب سواحل أمريكا الشمالية والجنوبية وجنوب إفريقيا أيضا. تتغذى على مخلوقات متنوعة، لكنها عادة ما تلتهم الفقمات والأسماك الكبيرة والقروش الأخرى وأيضا الدلافين، كما أنها تلتهم بقايا الحيتان الكبيرة كذلك. ورغم هجومه على البشر، إلا أن سبب بحسب الخبراء هو الفضول أو اعتقادها بأن البشر فريسة محتملة. فرس النهر. فرس النهر مخلوق تحدثنا عنه في عدة فيديوهات سابقة، فهي معروفة بكونها الحيوان الأول وراء وفاة الكثير من البشر في إفريقيا، إذ يبلغ عدد الوفيات 500 شخص على الأقل كل سنة. فهي تمتلك فكين قويين وكبيرين قادرين على تحطيم أي إنسان في لحظات. وهنالك العديد من الفيديوهات لمهاجمة فرس النهر للبشر على حين غرة ودون سابق إنذار. ففي هذا المقطع، هذا الرجل امتلك فرس النهر هذا منذ كان مجرد رضيع فقط، ودربه وأطعمه واعتنى به لمدة طويلة. لكن ولسوء الحظ، حدث أن قام هذا الحيوان في أحد الأيام بمهاجمة الرجل فجأة وجره أسفل المياه حتى أنهى حياته. الكايمون الأسود. الكايمون الأسود أو التمساح الأمريكي يعتبر واحد من أنواع التماسيح التي تعيش في القارة الأمريكية، ويمكن لهذه الكائنات التسبب بضرر بالغ لفرائسها والحيوانات الأخرى والبشر أيضا. عادة ما تتواجد هذه التماسيح في البحيرات والبرك والأنهار وفي غابات الأمازون بكثرة. يعتبر من أقوى المفترسات في الأمازون والقارة الأمريكية على حد سواء، وتشمل حميته الغذائية الطيور والأسماك والثدييات. وكما نعلم جميعا، تمتلك التماسيح فكا قويا، وعادة ما تهاجم أي حيوان قد يدخل لمنطقتها الخاصة وتكون قوية لدى تواجدها في المياه أكثر من اليابسة، بحيث تمسك فريستها وتلتف على نفسها لتقوم بالتهام أطرافها وهضمها ببطء بعد ذلك. يجدر الذكر بأن الأمر يشمل الإنسان، فما بين عام 2008 و 2013 تم تسجيل هجوم الكايمون الأسود على 43 شخصا، ولسوء الحظ خمس هذه النسبة لقت حتفها بعد التعرض للهجوم. يجدر الذكر بأن الأمر يحدث في الغابة لعدم انتباه الأشخاص ودخوله مناطق الكايمون دون علمهم. الباراكودا. الباراكودا أو العقاب بالتسمية العربية، جنس كبير من الأسماك الضخمة مستطيلة الشكل، ومعروف عنها مهاجمة البشر، لكن في حالات نادرة جدا وعادة ما تتعلق بملاحقة ما اصطاده الصيادون. تمتلك هذه الأسماك أسنانا حادة قادرة على تسبب بأذى بالغ. ولمعرفة مدى قوتها وخطورتها، شاهدوا ما الذي يحدث إذا قامت بعض سمكة، حيث أنها تنقض بسرعة وتقسمها لنصفين على الفور. لكن خطورتها لا تتوقف هنا، بل في بعض المواد التي قد تفرزها والتي تسبب للبشر أعراضا متعددة، مثل الرغبة في القي والوهن، وخصوصا في الطرف السفلي من الجسد، ويمكن أن تدوم هذه الأعراض لمدة 3 شهور حتى. فقمة الفهد. قد يكون حيوانا جميل الشكل، لكن الجدير بالذكر هو أنه معروف بطبيعته العدوانية. تعتبر واحدة من الحيوانات التي تتربع على عرش السلسلة الغذائية في أماكن تواجدها، فهي تمتاز بطولها الذي قد يصل إلى 13 قدما، ناهيك عن أسنانها الحادة ومهاراتها ومرونتها في السباحة. عادة ما تقتات هذه الكائنات على أنواع أخرى من الفقمات والطيور البحرية والبطاريق والأسماك، وبما أنها عادة ما تتواجد في المياه الجنوبية الباردة قرب أنتاركتيكا،
فمن النادر للبشر رؤيتها أو مشاهدتها باستثناء العلماء والغواصين الذين يذهبون لتلك الأماكن من أجل أهداف مختلفة. لسوء الحظ كانت هذه الكائنات مسؤولة عن وفاة بضعة أشخاص، ففي سنة 2003 فقدت عالمة بريطانية تدعى كورستي براون حياتها بعدما هاجمتها فقمة فهد خلال قيامها بعملها وسط المياه الباردة هناك، بحيث جرت الفقمة أسفل المياه لمدة طويلة حتى أنهت حياتها. مصاص دماء البحر. هذه السمكة تدعى في بعض الأحيان بمصاص دماء البحر، فهذا المخلوق قادر على التسبب بأذى بالغ، ونحن نتحدث هنا عما يعرف باسم الجلاكيات أو مصاص الحجر، وهي فقريات بدائية مستديرة الفم تفتقر لوجود فك، وتمتلك فما مصا قمعي الشكل يحتوي على أسنان، بحيث يتعلق بأجساد أسماك أخرى ويمتص دماءها. في عالم الحيوانات لا يعتبر الجكلي دائما سمكا حقيقيا، وذلك بسبب اختلافه الشديد عن الأسماك الأخرى، لكن الجدير بالذكر هو أن حبها للدماء وكونها حيوانات طفيلية يسبب الضرر للنظام البيئي في بعض الأحيان، وخصوصا لأنها لا تمتلك الكثير من الحيوانات التي قد تفترسها. سمك البيرنا. والآن مع سمك البيرنا ذات البطن الأحمر، وتعتبر أسماك خطيرة قادرة على نهش اللحم حتى تترك العظام فقط في غضون ثواني معدودة. ورغم كل هذا تعتبر هذه الأسماك من الحيوانات التي تقتات على الجيف، وفي المرات التي هاجمت فيها البشر عادة ما يكون هنالك جرح ما أو أنهم أطفال لسوء الحظ، كما أن هجومها على البشر يكون في مواسم الجفاف بكثرة عندما تقل مصادر الطعام وفي الأماكن التي تعيش فيها هذه الأسماك. وهنا نتحدث عن جنوب أمريكا، عادة ما قد تجد شخصا أو اثنين تعرض لهجوم هذه الأسماك على مستوى اليدين أو الرجلين. الحوت القاتل. الحوت القاتل أو حوت الأوركا، وهو لا يعتبر حيوانا خطيرا على البشر في معظم الأحوال، لكنها ورغم كل هذا سبق وهجمت الإنسان أكثر من مرة، وبما أنها مخلوقات تعتمد على ذكائها وقوتها فهي عادة ما تتربص بفرائسها وتصطادها بشكل جماعي. يجدر الذكر بأنه على عكس القروش لا تهاجم الإنسان إلا إن حست بالخطر وكانت متأكدة منه، ولا يوجد أي سجلات أو شهادات لقيام الحوت القاتل بالتسبب بوفاة شخص ما من ذي قبل، لأنها وكما قلنا حيوانات ذكية واجتماعية ومسالمة بالنسبة للإنسان. نكون الآن قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، فنتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. نراكم بالفيديو المقبل إن شاء الله.